آخر خبر، لوسي تهاجم رانيا يوسف بعد تفاخرها بجسدها. ربنا خلي عيادات التجميل، ده الوطن بقى. هو أنا ما بروحش لدكتور تجميل؟ لو في شوية بوتوكس عايزين يتحط. أنت قلتي هنا؟ لا ما قلتش. إن هي لازم تراعي إننا في مجتمع شرقي يا ستي، ربنا يخلي عمليات التجميل. هو في كل حاجة أنت ما قلتيهاش؟ أقسم بالله. يعني إيه تراعي إننا في مجتمع شرقي أصلاً؟ يا أستاذة، هو أنا خايفة منك ولا منها؟ ما معرفش. وهي ما بتروحش لدكتور تجميل؟ يا ستي وأنا ما بروحش لدكتور تجميل. ليه من دور ما لي كده؟ من فضلك ما تستفزنيش. لا أنا هستفز. أيوة لا أنا ما بكذبش، أكذب ليه؟ ما حدش له عندي حاجة. طيب أنتِ ما قلتيش الكلام ده؟ ما قلتش الكلام ده. يواجهوني. ما انتقدتيش دينا إن هي بتلبس بدل رأس فيها عري كلها ولا في... لا ما انتقدتهاش طبعا. كل انتقاداتك يعني مش حقيقيه. الكذب على الميتين مش على العايشين. انا عايشه، اي حد عنده حاجه يواجهني بيها. طب يعني خلاص هو مين فينا ما بيروحش لدكتور تجميل؟